يعني يمكن تكريما للأوائل يا جماعة، وإحنا مع بعض نقول نكرمهم بأن إحنا نذكر اسمهم ومحافظاتهم أمامكم. هم حوالي 39 ويمكن أكتر بثلاثة أو أربعة من فئات أخرى. يعني لو سمحتوا لي في علمي علوم، لو بقى الولاد سمعنا دلوقتي، الأول مقرر أحمد السيد برعي السيد بمجموع 410 من مدرسة الشهيد عبد الحميد عبد الحفيظ بن سويف. أحمد عبد الناصر محمد أحمد الأول مقرر برضو 410 من المستقبل الخاصة في أسيوط. الأول مقرر أحمد هشام عبد الرحيم عبد الباسط 410 مدرسة دار حراء الإسلامية في أسيوط. تسنيم محمد حسن محمد الأول مقرر 410 من منفلوط الثانوية البنات أسيوط. أتمنى تكونوا واخدين بالكم أن كل دول من أسيوط. الأول مقرر جورج يسري شحاتة سوريال منازل إدارة دايروت في أسيوط. جوزيف إسحاق عوض توفيق الأول مقرر 410 جرجة الثانوية بنين في سوهاج. الأول مقرر 410 رمضان نصحي فهمي يوسف 410 بالقاس الثانوية في الدقهلية. روان أحمد عبد المنعم محمد المركز الأول مقرر 410 من شبرا الثانوية بنات في القاهرة. شهد محمد إبراهيم محمد شديد الأول مقرر 410 من خالد علام الثانوية المشتركة في الأليوبية. صلاح الدين صبحي موسى كامل 410 مدرسة عزة النمر الثانوية بنين في البحيرة في إيتاي البارود. مريم محمود أحمد محمد إسماعيل أول مقرر 410 من الصنطة الثانوية المشتركة في الغربية. ياسمين أسامة رجب أحمد الأول مقرر 410 في طهطة الثانوية بنات في سوهاج. دول كانوا علمي علوم. شعبة علمي رياضة فيها عمر محمد عبد السميع عبد الجواد 410 مدرسة عبد المجيد عامر الثانوية في الأليوبية. عمر وائل محمد رامي يحيى الأول مقرر من السيدة عائشة اللغات القاهرة. أحمد السعيد محمد القعقاع رفاعي الأول الثالث مقرر 409.5 الشهيد علي علي السيد بالجمالية في الأهلية. أحمد يسري عبد الحميد النقرتي المركز الثالث مقرر 409.5 المحمودية الثانوية بنين في البحيرة. أشرف أحمد حامد أبو عريضة المركز الثالث مقرر 409.5 مدرسة أنس بن مالك الثانوية في الغربية. أمل ياسر السيد محمد المركز الثالث مقرر 409.5 الشيماء الثانوية بنات في القاهرة. بعد كده عندنا مش عاوزين ننسى حد يعني، لسه احنا في رياضيات، جورج الهامي ويلسون سلامة بشاي الثالث مقرر 409.5 البطريركية الخاصة لغات في القاهرة. سهيلة أيمن عبد الحكيم عبد الغني المركز الثالث مقرر 409.5 في المنوفية مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية. بعد كده عبد العاطي سلطان عطية عيسى رحاب الثالث مقرر 409.5 إبيار الرسمية لغات الغربية. كريم محمد سعد كروش الثالث مقرر 409.5 النزهة الحجاز لغات بنين من القاهرة. محمد أحمد فوزي محمد محمد صقر المركز الثالث مقرر 409.5 مدرسة سعد الدين شريف الثانوية المشتركة في الدقهلية. محمد خالد فؤاد عسوي الثالث مقرر مدرسة الشهيد النقيب محمد محمد جودة عثمان في القليوبية. نشوف اللي بعده. الأعداد كبيرة الحقيقة، بس يعني متهيألي لازم نبارك لهم كلنا مع بعض. الشعبة العلمية رياضيات احنا لسه فيها. يحيى محمد فرغالي محمد الثالث مقرر برضو 409.5 محمد زهران الثانوية الرسمية في الإسكندرية. الشعبة اللي بعدها او خلينا لسه الشعبة الأدبية المركز الأول
منفردة علا أحمد سعد إبراهيم ب409 من بنها الثانوية في القليوبية. المركز الثاني مكرر أحمد محمود صابر 408 مدرسة محمد فريد الثانوية في القليوبية. المركز الثاني مكرر حبيبة محمود محمد عبد الله مجموع 408 مدرسة عاطف السادات الثانوية بنات في القاهرة. الثاني مكرر ريموندا أيمن عبدو عوض الله 408 سانت ميري لغات في القاهرة. نشوف اللي بعد كده شاهيناز أيمن عبد الله أحمد عبد الله المركز الثاني مكرر 408 مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات في القليوبية برضو. إسماعيل أنور علي عباس المركز السادس مكرر 407.5 اسم المدرسة فصول خدمات أحمد قرش الثانوية في أسيوط. بعده ألاء حمدي فؤاد عبد المطلب المركز السادس مكرر 407.5 مدرسة سان فينسن دي بول الخاصة لغات فرنسي القاهرة. آية تامر شوقي إبراهيم مركز السادس مكرر 407.5 صقر قريش الرسمية لغات في القاهرة. جمانة محمد محمد الزغبي مركز السادس مكرر 407.5 الرواد الخاصة لغات في القاهرة. رغدة محمد بيومي محمد حسن المركز السادس مكرر 407.5 العجمي الثانوية بنات في الإسكندرية. ريهام عماد مسلم حسن مركز السادس مكرر 407.5 أنشاص الرمل الثانوية في الشرقية. سهيلة أحمد محمود حسنين مركز السادس مكرر 407.5 الشهيد شريف السباعي الرسمية لغات في القاهرة. عمر صلاح الدين عبد الحميد المركز السادس مكرر 407.5 عثمان بن عفان لغات في القاهرة. ندى ياسر جودة إبراهيم السيد المركز السادس مكرر 407.5 مدرسة 25 يناير الثانوية في الإسماعيلية. دول المجموعة الأدبي شعبة الأدبي. المكفوفين المركز الأول سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر بمجموع 395.5 في مدرسة النور الثانوية المكفوفين بالجيزة. الدمج التعليمي المركز الأول للزهراء عبدالله أحمد عبدالله ب407.5 مدرسة الشيماء الثانوية بنات محافظة سوهاج. مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اللي يستم المركز الأول محمد يسري عبدالله الصادق المجموعة الأرقام هنا مختلفة 652.9 في مدرسة المتفوقين الثانوية برج العرب في اسكندرية. ده كان شعبة العلوم. شعبة الرياضيات المركز الأول أحمد مصطفى محمود شرف 663.5 في مدرسة متفوقين الثانوية بنين في الجيزة. فدول الحقيقة الأوائل بتوع الجمهورية نحب نبارك لهم ويعني نتمنى لهم وكل زملائهم اللي نجحوا السنة دي كل التوفيق. حبينا نقول أساميهم قدام حضراتكم تكريما ليهم.